السلام عليكم ورحمة الله. إذا نرحب بتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي في هذه الحصة، هي حصة مراجعة بها مجموعة من التمارين الملتقاة لدرس الجهاز الدوري. نبدأ في البداية بقراءة إذا أسئلة. إذن تمثل الوثيقة رقم 3 مقطعا طوليا لقلب حيوان ثدي. عندما نقول حيوان ثدي فالإنسان ينتمي إلى هذا القسم اللي هو قسم الثدييات، لأن نحن في شرح الدرس رأينا الجهاز الدوري عند الإنسان. السؤال: اكتب على الوثيقة نفسها البيانات الموافقة للسيان. إذن هذه الوثيقة. إذن نبدأ. إذن هذا سؤال معرفي. إذن سنقوم ب كتابة البيانات الموافقة للسهم. إذا هذه مجموعة الأوردة هي الأوردة الدموية أو الأوردة الرئوية، ثم هذا هو الشريان الأبهر. هذا هو الشريان الرئوي الذي يخرج منه القلب. تذكروا الدورة الدموية الصغرى والكبرى، الشريان الرئوي. ثم هذا هو الوريد الأجوف العلوي. ثم هنا لاحظوا الأذين اليمنى. لماذا اليمنى؟ لأن قلنا لما تكون عندي صورة قلب نعكس، لأن الصورة الأمام هي في الحقيقة تكون معكوسة. على اليمين هو على يمين الصورة هو يسارها في الحقيقة، فنقول هنا أذينة يمنى وهذه أذينة يسرى. ثم أخيرا كما نلاحظ هنا، إذا عدنا البطين الأيمن يقابله هنا بطين أيسر. إذا هذا بطين أيمن. إذا هذه بالنسبة للبيانات. إذا هذه بالنسبة للبيانات. الآن سنقوم بالإجابة عن السؤال الثاني. جسم على الوثيقة مسار الدم داخل القلب والأوعية المتصلة به، وذلك برسم سهام تبرز اتجاه الدم مستعملا في ذلك لونين. ردوا بالنا، هنا طلب مني استعمال لونين مختلفين: اللون الأحمر بالنسبة للدم الغني بالأكسجين، واللون الأزرق بالنسبة إلى الدم الغني بثاني أكسيد الكربون. طيب نعود للإجابة عن هذا السؤال. يجب في البداية أن نعود إلى التذكير بالدورة الدموية الصغرى والكبرى. الدورة الدموية الصغرى تسمى الدورة الرئوية لأنها بين القلب والرئتين، حيث يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الرئوي. لاحظوا هنا، يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الرئوي ويمر في الشعاعات الدموية في مستوى الرئتين. إذا سيخرج يغادر في اتجاه الرئتين ثم يرجع إلى القلب عن طريق الأوردة الرئوية. إذا هذه الدورة الصغرى. إذا الدورة الصغرى هنا حلت لي آفاق،
وقبل ما نحكي على الدورة الصغرى الدورة الكبرى، كنا وقف فسرنا درس الدم، قلنا فيه من علماء فيزيولوجيا الحيوان من قاموا بتقسيم القلب وسموا تسمية هي الآتية: قلب أيمن وقلب أيسر. بالنسبة للثدييات، نلاحظ أن التدرج في التعقيد، نلاحظ أن في الزواحف وفي السمك وفي البرمائيات يوجد حاجز بين الأذينين والبطينين، هذا بطين أذينين وهذا البطينين، بينهما حاجز. هذا الحاجز يفصل الدم، سأرسم هذا الحاجز، يفصل الدم أو يفصل القلب الأيمن على القلب الأيسر، ودور هذا الحاجز القلبي حتى لا يختلط الدم. هنا وضحت الصورة. عندما نقول أن الحاجز في الثدييات يفصل الأذينين عن البطينين، يعني دلالة قاطعة أنه يفصل اختلاط الدم المؤكسد بالغير المؤكسد. يعني وضحت الصورة. وبالتالي انطلاقا من هذه المعلومة أن عندنا حجر حاجز أو العضل الحاجز القلبي مكتمل في الثدييات يفصل بين الأذينين والبطينين، وبالتالي يكون الدم المؤكسد والغير المؤكسد لا يمتزجان البتة. ثم نعود إلى الدورة الدموية الصغرى التي يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الرئوي. إذن هنا عندي خروج دم عن طريق الشريان الرئوي، لكن هذا الدم سيمر إلى الشعيرات في مستوى الرئتين ثم يرجع إلى القلب. إذن هذا الدم الذي يخرج إلى الرئتين طبعا سيكون غير مؤكسد، سيكون غني بثاني أكسيد الكربون، ومن هنا إذن يمكننا رسم باللون الأزرق أن الدم سيخرج من ماذا؟ سيخرج من البطين، عندي هنا الصمامات وعندي هنا صمامات، سيخرج من هنا. إذا تفتح الصمامات يخرج الدم، ثم يخرج عن طريق الشريان الرئوي في اتجاه الرئتين، ليعود بعد ما يمشي للرئتين سيعود الآن يتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويعود إلى الرئتين عبر الأوردة الرئوية. هنا واضحة العملية. عبر الأوردة الرئوية سيكون الدم مؤكسد غني بالأكسجين. إذن كل هذه الأوردة ستحمل الدم الغني بالأكسجين. ثم عندما يصل إلى الأذين تفتح الصمامات الأذينية البطينية ليمر الدم إلى البطين الأيسر لأنه عكسنا، وبعدها تفتح الصمامات ليخرج الدم عبر الشريان الأبهر، هكذا يخرج عن طريق الشريان الأبهر. لاحظوا كما قلنا هذا الجزء الأول، إذا القلب الأيمن هو قلب إذا يوجد به دم مؤكسد. لاحظوا الآن سنكمل بقية الأسهم. في الدورة القلبية الكبرى يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الأبهر، إذا لاحظوا هنا خروج، إذا يخرج عن طريق الشريان الأبهر، يصل إلى كل الأعضاء لأنها دورة جسمية دورة عامة عن طريق الشرايين ثم الشعيرات الدموية، ثم يرجع الدم إلى القلب عن طريق الأوردة. بالتالي هنا ما زلنا ما كملناش بالنسبة للدم الغير مؤكسد في الشق الثاني. إذن عندما يخرج هذا الدم إلى الرئتين أو سيخرج إلى كافة أعضاء الجسم، إذن
كما نعرف الأكسجين سيذهب إلى كافة الأعضاء، ثم يصبح الدم غير مؤكسد. هذا الدم الغير مؤكسد سيدخل عن طريق الوريد الأجوف العلوي في اتجاه البطري، ثم في اتجاه عفوا في اتجاه الأذين اليمنى، ثم في اتجاه البطين الأيمن، ثم تفتح الصمامات ويغادر إذا عن طريق الشريان الرئوي إلى الرئة ليتخلص من ثاني أكسيد الكربون. وهكذا قد أكملنا إذا على الوثيقة مسار الدم في القلب كما تشاهدون، كأننا هناك قلب أيمن وقلب أيسر بينهما حاجز حيث يمنع الدم المؤكسد يعني الغريب الأكسجين والدم الغير المؤكسد من أن يمتزج ويختلط. إذا عملت بالنسبة لنا كي استعملت صحيح، استعملت معلومة مش مدرجة في منهجكم لكن سهل المنع المعلومة هذه. إذا نحن نعرف أن القلب في الثدييات له حاجز مكتمل، في حين عند بعض الأقسام الأخرى حاجز جزئي، حيث نجد أن الدم المؤكسد والغير مؤكسد يعني غني بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون مختلط، لكن هنا ثم حاجز، هذا الحاجز يمنع الدم بأن يختلط. وهذه المعلومة سهلت لي مع استعمال الدورة القلبية الصغرى والكبرى، هكا قمنا برسم إذا اتجاه الدم. آخر شيء السؤال الموالي طلب مني إذا أذكر دور الصمامات المشار إليها بالوثيقة رقم 3. كما تلاحظون عندنا صمام أذين بطين يعني بين الأذين والبطين، والصمامات السينية إذا ما هي دورها؟ إذا هي دورها حتى تمنع الدم من الرجوع. عندما يدخل الدم إلى الأذين فإنها تمنعه بأن يعود إلى الأذين، هذا إذا هذه دورها. إذا يمنع الصمام الأذين البطين الأيسر اللي هو موجود هنا الأذين البطين الأيسر الدم أو عودة الدم من البطين الأيسر إلى الأذين اليسرى. الآن الدم عنده اتجاه أحادي لن يعود. إذن هذه دور الصمامات. هذا الجزء الأول من التمرين. تعدوا الآن إلى الجزء الثاني. نقرأ نص التمرين. تمثل الوثيقة رقم 1 رسما مبسطا لجهاز دوران الدم عند الإنسان. أول سؤال، ضع البيانات المناسبة للأوعية الدموية المرقمة من 1 إلى 4. 1 2 3 4 هذا أول سؤال. تقريبا كما تشاهدون تقريبا نفس ما رأينا لكن بصورة أخرى، يعني شوي تركيز ومراجعة تكون دقيقة. بحول الله كل التمارين مهما اختلفت فهي متشابهة. أولا سنضع البيانات ثم بعدها سنجيب على السؤال الثاني. إذا ماذا يمثل هذا الوعاء الذي ينتمي إلى الجهاز؟ لاحظوا هو يخرج من القلب في اتجاه الرئة، إذا فهو وريد رئوي يخرج من القلب في اتجاه الرئة، فهو وريد رئوي ثم من القلب في اتجاه عضو ليس كل الأعضاء اللي هي أعضاء الساق. فهذا الوعاء الناقل هو الشريان الأبهر. إذا لاحظوا أن
هذا لماذا سمي وريد؟ لأنه ينقل الدم من الرئة إلى القلب، باعتباره إلى القلب فهو وريد، لكن هنا من القلب في اتجاه العضو فهو شريان. إذا نفس الصيغة مش نستخدمها هنا في الرقم 3، هذا يحمل الدم من المنين، هل هو من الرئة إلى القلب؟ لا، هو من القلب إلى الرئة. لاحظوا آخر مرة لما شرحنا الدورة الدموية الحين، الدورة الدموية الصغرى، ماذا قلنا؟ قلنا يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان الرئوي، إذا هذا سيكون الشريان الرئوي يخرج في اتجاه الشعيرات الدموية في مستوى الرئتين. إذا ثم في الأخير ماذا لدي في هذه الدورة الدموية؟ إذا عندي هنا، إذا من هل سيكون يخرج، لاحظ يخرج من القلب في اتجاه العضلة، في اتجاه عفوا الرئة، فهو شريان. وهذا إذا سيعود الدم من العضلات إلى القلب، وهذا سيسمى وريد، وهو العودة ستكون كما رأينا في الصورة السابقة عن طريق الوريد الأجوف السفلي. لاحظوا العودة، هي العودة، عودة الدم ودخوله للقلب عن طريق الوريد الأجوف السفلي. نواصل. إذا هكا أكمل البيانات. بالنسبة للسؤال الثاني، لون على الرسم باللون الأحمر الأوعية الناقلة للدم غني بالأكسجين، يعني الدم المؤكسد، وبالأزرق الأوعية الناقلة للدم غني بثاني أكسيد الكربون، دم غير مؤكسد. إذا كيف ستكون التلوين؟ باللون الأحمر، إذا الدم الغني بالأكسجين عندما يخرج الدم عن طريق الشريان من القلب إلى الرئتين مثل ما قلنا في الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الرئوية، فإنه يكون غني بثاني أكسيد الكربون، فيذهب إلى الرئة ليتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويعود دما إذا محملا بالأكسجين. إذا هذا سيكون باللون الأحمر، إذا إلى حدود هنا هذا دم مؤكسد. ثم نفس الشيء هنا، إذا من القلب عندما يعود من القلب سيخرج هذا الدم الغني بالأكسجين في اتجاه العضو اللي هو العضلة، ثم بعد ما تتم العمليات الحيوية في الأعضاء سيعود هذا الدم محملا بالفضلات وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فهو دم غير مؤكسد، ليخرج من القلب عن طريق الشريان الرئوي للرئة ليتخلص من ثاني أكسيد الكربون. إذا التلوين سيكون بهذه الكيفية. إذا احذروا أفضل شيء، أن الوقت يطلب مني لون، لا لون بقلم أحمر وقلم أزرق، من الأفضل استخدام أقلام التلوين. السؤال الموالي طلب مني حدد على الرسم بسهم اتجاه الدوران الدم في كل من الوعاءين 1 و2. انتبه، في الوعاء رقم 1 هذا كيف سيكون الدم، وفي هذا الوعاء كنا قلنا هذا أثناء الشرح. إذا بالنسبة للوعاء سيكون الدم، إذا الدم يكون جاء من الرئتين في اتجاه القلب محملا بالأكسجين، وثم يخرج من القلب في اتجاه الأعضاء محملا بالأكسجين. هذا بالنسبة لواحد واثنين.
أصله سلسلة أخرى من التمارين. إذن الآن تمارين على الدم، لأن الترس هو الدم وجهاز الدوران. يمثل الرسم الموالي، هناك خطأ مقسمي، يمثل الرسم الموالي للوثيقة رقم 2 مشاهدة مجهرية لسحبة دموية ملونة لقطرة دم حيوان ثدي مثل الإنسان. أول سؤال: اكتب البيانات المناسبة للرقم. إذا سحبة دموية كما ذكروا في أثناء الدرس وقمت بالتجربة هذه هي بسيطة. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك البلازما، هناك أيضا يمكن مشاهدة الصفائحات الدموية لكن هنا مش موجودة. وما ننسيش أني عندي بالنسبة للدم عندي كريات قرصية الشكل وحمراء عديمة النواة ليس لها أنوية فهي كرية حمراء، وهناك خلايا أخرى ذات أنوية هي الكريات البيضاء. يعني سهل في الرسم جمع. فهذه كما تلاحظون هي خلية عديمة النواة بالنسبة للشكل، حسب الشكل هي قرصية كما تلاحظون، لأن أنا رسمها برسم على المستوي لكن ما تبانش، لكن نمشي بالخاصية الأولى اللي هي خاصية أني عديمة النواة فهي كرية حمراء، كرية دم حمراء. بالنسبة للاثنين كما تلاحظون فراغ بين الخلايا فهو البلازما، بلازما الدم. بالنسبة للأربعة لاحظوا السهم متجه إلى هذه بالأسود وهي شبيهة بهذه وهذه فهي كريات الدم، عفوا النواة، نواة كريات الدم البيضاء. كما نعرف كريات الدم البيضاء فمها أكثر من نوع لكن هذا مش في منهجكم. ثم هذا هو سيتوبلازم، هذه الخلية هي كرية دم بيضاء، كرية دم بيضاء، هذه أيضا كرية دم بيضاء، هذه أيضا كرية دم بيضاء. طلب مني أذكر الهدف من تلوين السحبة الدموية. نحن نعرف أن الخلايا بصفة عامة يصعب مشاهدتها لأن مكوناتها شفافة، فعندما أضيف التلوين تظهر خاصة النواة تظهر والأغشية، وبالتالي الهدف من تلوين السحبة هو لمشاهدة خلايا الدم البيضاء وخاصة لمشاهدة أنويتها. يعني الإجابة لمشاهدة خلايا الدم البيضاء. السؤال الثالث هو سهل أيضا لأنه معرفي، حدد وظيفة مكونات الدم 1 2 3. بطبيعة إذا كان التلميذ أجاب بصحيح عن البيانات طبعا مش يكون جدول صحيح. بالنسبة لكرات الدم الحمراء دورها هو نقل الغازات التنفسية من الأكسجين، عندما تتحدث بالأكسجين يتحد الأكسجين مع الهيموغلوبين فيعطي الأكسيهيموغلوبين، ثم بعدها يتخلص منه حسب هذه حسب التفاعل الكيميائي الذي درستموه في التنفس الخلوي. إذا بالنسبة الواحد هو نقل الغازات التنفسية منها الأكسجين وثاني أكسيد الكربون عندما يخلص الجسم منه. بالنسبة للاثنين البلازما، ماذا نجد في البلازما؟ البلازما سينقل كل الفضلات الخلوية، نجد به أيضا الأجسام المضادة، نجد به أيضا الهرمونات. إذا نقل المغذيات الخلوية والفضلات والهرمونات، ويمكن إضافة أيضا نجد به، لكن هذا مش مضمون. ثم ثلاثة اللي هي كرة الدم البيضاء ودورها هو دفاعي بحت وينتمي إلى جهاز المناعة، دفاع على الجسم فهو من أجهزة الحماية. آخر سؤال وهو تقريبا شبيه بالتمرين اللي قبله، لاحظوا يلا تقريبا شبيه بالتمرين اللي قبله مع اختلاف في بعض الأسئلة الأخرى.
تمثل الوثيقة الموالية رسم مباسط لإجهاد الدوران عند الإنسان. أول سؤال اكتب على الوثيقة البيانات الموافقة العناصر المرقمة. لاحظوا كنا توه شاهدناه نفس الرسم، إضافة فقط لنا، فهنا سيكون إذا مثل ما رأينا الحين في الرسم، إذا سيكون ماذا سيكون هذا الرسم؟ إذا سيكون مثل تقريبا، لاحظ هنا عندي الرئة، قبل الرئة شكل حلقة دائرية، وهنا كان عندنا عضلة سيق أصبحت عضلة طرف سفلي، نفس الرسم تقريبا نفسه، أضاف فقط هنا بيانات للقلب. إذا سيكون هذا هو الوريد الرئوي نفسه مثل قبل. هذا إذا لاحظوا تحت مش الفوق، فهو البطين الأيسر، لأنه على اليمين سيكون البطين الأيسر هنا. إذا هنا عندنا خطأ، البطين الأيسر، لأنه على يمين الصورة، بالتالي سيكون الأيسر. إذا هذا بطين أيسر، لأنه على يمين الصورة يكون البطين الأيسر. واضح؟ إن هذه خطأ، البطين الأيسر، لأنه كما قلنا على يمين الصورة. ثم هذا مثل ما رأينا الحين هو وريد أجوف سفلي، وهذا هو الشريان الرئوي. إذا مشكلة فهنا نعتذر. إذا هذايا إذا سيكون، إذا سنصلحها حينيا. هذا سيكون إذا، أو عادي نكتفي خلاص انتهى الأمر. إذا قلنا نحلها هذايا هو البطين الأيسر، لأنه كما قلنا في القلب تمشي بالعكس، على اليمين هو على اليسار، فهذا على يمينه سيكون بطين أيسر هنا، فوقه هنا سيكون الأذين اليسرى، مثلنا عندنا أذين يمنى وهنا بطين أيمن. انتهينا منها. الآن اكتب على الوثيقة البيانات التهاب مين جسم بسهم على الوثيقة اتجاه دوران الدم على الوثيقة اتجاه دوران الدم في الوعاء رقم واحد. طلب فقط في الوعاء رقم واحد. لاحظوا كيف يخرج الدم في الوعاء رقم واحد، تقريبا شبيه حين توا كنا عملنا تمرين شبيه لي. إذا في الوعاء رقم واحد اللي هو الوريد الرئوي، لو نتذكر الحين كنا ذكرنا بالدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى، وكنا صلحنا الحين الآن كنا صلحنا أنه انتقال دوران الدم في الوعاء رقم واحد وفي الوعاء رقم أربعة. إذا هنا مش يكون الدوران بهذه الكيفية، هنا يأتي ما الدم من الرئتين إلى القلب ليخلصه منه، وهنا يذهب من الأعضاء غني ب، عفوا مش يكون غني بثاني أكسيد الكربون، وهنا النجم نعمل لون مغاير باللون الأزرق مثلا. إذا هذا اللون الأزرق مش يكون هكذا، في حين هذا بالأحمر، وهكذا. إذا أنهينا. إذا الأي هذا البطين الأيسر، إذا هذا هو اتجاه الدم في هذا الوعاءين. هذا يكون دم مؤكسد فيه أكسجين، في حين هذا دم غير مؤكسد. اشطب العبارة الخاطئة.
يكون الدم في الرقم واحد غنيا ب، وانا رسمناها بالاحمر، مش يكون غني بالاكسجين، ستشطبون اذا هذه ثاني اكسيد الكربون، في حين الدم رقم اربعة سيكون اذا غني بثاني اكسيد الكربون، وبالتالي سنشطب الاكسجين. إذن آخر سؤال، هذا التمرين آخر، تمثل الوثيقة رقم أربعة رسما مبسطا للدورة الدموية الكبرى عند الإنسان. هنا أكد لي الدورة الدموية الكبرى، ليست هناك دورة دموية صغرى، يعني لكن نحن نعرف الدورة الدموية الصغرى، ما ننسوش أي تشمل فيها الدورة الدموية الصغرى، يعني لأنها تكون عامة، دورة عامة. إذا سمي العنصرين واحد واثنين. إذا واحد هذايا اللي تو كنا نحكي عليه، الذي يأتي من القلب نحو الأعضاء، فهو الشريان والأبهر. والعنصر رقم اثنين اللي هو هذايا، الذي يحمل الدم من الأعضاء إلى الذي يحمل الدم من الأعضاء نحو القلب، فهو الوريد الأجوف السفلي. نفس، لاحظ، نفس التمارين متشابهة فقط تختلف في شكلها. حدد بسهم مسار الدم في العنصرين ثلاثة وأربعة، لاحظوا في ثلاثة، إذن هو مش يكون جاي مادة جاي من القلب في اتجاه العضلة، وبالتالي دم مؤكسد وسيكون باللون الأحمر هكذا اتجاهه، في حين في رقم أربعة سيخرج هذا الدم الذي يحتوي على فضلات ثاني أكسيد الكربون في اتجاه إذا القلب، ويحمل الوريد الأجوف السفلي في اتجاه القلب، هذا اتجاهه وهو غني ب ثاني أكسيد الكربون. الآن نأخذ عينتين، عينة ألف وعينة ب، من الدم من الوعاءين ثلاثة أربعة. إذن أ و ب من الوعاءين ثلاثة أربعة، فتحصل على نتائج مبينة بالجدول التالي. لاحظوا العينة ألف 100 ملي لتر، والعينة ب أيضا 100 ملي لتر. بالنسبة للأكسجين، العينة ألف 20 ملي لتر، والأكسجين 15 ملل من 100 ملل، في حين ثاني أكسيد الكربون حوالي 49 للعينة ألف و 53 للعينة ألف. فما هو الوعاء الدموي الذي أخذت منه العينة ب؟ ما حتى عليك، ليش؟ هل هو ثلاثة أم أربعة؟ لاحظوا، عندما ألاحظ هنا أن العينة ب، لاحظوا ثاني أكسيد الكربون نسبة كبيرة على العينة ألف، فبالتالي لن يكون الوعاء رقم ثلاثة، إنما يكون الوعاء رقم أربعة. ما هو السبب؟ السبب أن نقص كمية الأكسجين الواردة للعضلة يقابلها زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون إذا في العينة ب، لأن هنا خلاص بعد ما دخل الدم الغني بالأكسجين، العضلة في نشاطها الحيوي عن طريق الشعاعات الدموية ستتخلص من هذا الغاز. كما تلاحظون، لاحظوا كمية ثاني أكسيد الكربون، زاد كمية كبيرة جدا. فسر الزيادة في حجم ثاني أكسيد الكربون في العينة ألف مقارنة بالعينة ب مقارنة بالعينة ألف، هنا ما هو سبب؟ إذا ما هو سبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في العينة ب على العينة ألف؟ السبب هو أن الزيادة في حجم ثاني أكسيد الكربون في العينة ب مقارنة مع العينة ألف ناتج عن عملية أكسدة المغذيات الخلوية في مستوى العضلة. نقول أكسدة المغذيات الخلوية يعني الغذاء
الغذاء يتأكسد، يتفاعل مع الأكسجين. نرجعوا إلى المعادلة الكيميائية، غذاء مثل الجلوكوز مع أكسجين باش يعطيني ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة، إذا تتحرر الطاقة، وهذا السبب الذي أدى إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في العينة باء بسبب إذا هذه العملية أكسدت المغذيات الخلوية إذا لإنتاج في الحقيقة الطاقة. هكذا ننهي، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.